أهلا بكم في حلقة جديدة من صندوق الإسلام، ونواصل الحديث عن الفاشية الإسلامية. تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن حسن البنا وعلاقته بالنازية ومقارنته بهتلر. طبعا الباحثين والمؤرخين بيختلفوا حول مقارنة حسن البنا بهتلر. في بعضهم اللي يقول يعني كان فيه إعجاب وكان فيه تلاقي في بعض الأفكار، وفي ناس يقول لك لا صعب، لأن هتلر طبعا قتل 6 مليون يهودي وتسبب في حرب عالمية دمرت وعملت أشياء فظيعة جدا، فما ينفعش نقارن حسن البنا بهتلر. لكن السؤال اللي أنا عايز أطرحه في الحلقة دي بقى، هل ممكن أن احنا نقارن محمد مؤسس الإسلام نفسه بهتلر؟ وطبعا كباحث بقى في علم الاجتماع أو في العلوم السياسية وكمؤرخين هيرفضوا فورا، لأن أنت ما تقدرش تقارن شخص من القرن 20 بشخص من القرن 7 الميلادي. لكن احنا ممكن نلاقي نقاط تلاقي كثير بين محمد وهتلر تفسر لنا فكرة الفاشية الإسلامية. أول حاجة فكرة الشهادة في سبيل الله. فكرة الشهادة في سبيل الله طبعا مش اختراع إسلامي، كانت موجودة في ديانات سابقة، موجودة في اليهودية وموجودة في المسيحية، بس كان لها توظيف تاني. إن في الديانتين دول الإنسان عنده استعداد أن يموت في سبيل عقيدته. يعني احنا عندنا حتى في القرآن قصة أصحاب الأخدود، بتمدح في القرآن إن المسيحيين اللي صمموا على دينهم والحاكم الطاغي أحرقهم بالنار عقابا لهم على ذلك. عندنا اليهود عندهم قصة المسادة المشهورة، إن هم انتحروا علشان ينجوا بإيمانهم ولا يعودوا للكفر. لكن مفيش دين تاني رسخ لفكرة إنك تقتل نفسك وتقتل آخرين في سبيل الله. دي الإسلام هو اللي اخترعها بامتياز، فكرة الشهادة في سبيل الله، فكرة إن الله عايز دمك، فكرة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا. لو دورت في القرآن هتلاقي إن الله لا يحب دي موجودة كتيرة جدا، لكن لو دورت إن الله يحب إيه هتلاقي أول آية إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الإيه؟ الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هو ده بقى إيه هدف الحياة عند المسلم، المبتغى آخر حاجة وأهم حاجة، يقتلون ويقتلون. دي أخذها محمد. الأستاذة فاطمة نعوت حكم عليها ب3 سنين سجن علشان كتبت بوست على فيسبوك بتنتقد فيه النظرة الإسلامية للأضحية، وفكرة إن أب يضحي بابنه زي قصة إبراهيم. القصة دي اليهود والمسيحيين لقولها حل. قال والله كان فيه تراث بشري مش كويس، إن البشر كانوا بيضحوا ببشر علشان يرضوا الإله. فجأة حب ربنا من وجهة نظر بقى يهودية لاهوتية أو مسيحية لاهوتية، حب ربنا أنه هو يخلص البشر من عبء التضحية بالبشر، فبعت عمل قصة الذبيح علشان يوديهم عظة أن خلاص لا أنا كربنا مش محتاج أني أنك تموت حد عشاني، وبعت الأضحية علشان تبقى عوضا عن البشر. والمسيحية جت في خطوة بعد كده قالت لا ده بالعكس، العكس بقى هو اللي هيحصل، مش البشر هم المفروض يضحوا بنفسهم من أجل الإله، لا ده الإله نفسه حينزل ابنه أو حينزل نفسه ويضحي بنفسه عشان يخلص البشر. فعكسوا الآية بتاعت التضحية بالبشر. لما محمد جاء بقى بالإسلام ابتدى ياخد من المسيحية شوية وياخد من اليهودية شوية، وفي المدينة بالتحديد مبدأ لا تقتل اللي هو موجود في الوصايا العشر عند اليهود كان مضايق محمد جدا. إيه لا تقتل؟ يعني المفروض في حدود معينة
القتل المفروض يكون فيها مش مباح، لكن انك تحرم القتل على طول الخط ده ضد المشروع الاسلامي، لانه الراجل لسه عايز يفتح الجزيره العربيه وعايز يعيش بقى ويحارب وسبايا وبتاع، فلا تقتل المبدا ده صعب عنه. فهو عايز مبدا شهاده تاني، فاخذ نفس قصه ابراهيم اللي هي موجوده في التراث اليهودي والمسيحي بتاع التضحيه بابنه وعكسها تماما. بدل ما تبقى الفكره ان انت ما تضحيش بالبشر عشان ربنا، لا ده الفكره دي بالذات محمد عايزها، انا عايز اضحي ببشر عشان ربنا عشان الناس تحارب معايا. فيعمل ازاي بقى؟ ياخد القصه ويمتدح ابراهيم في القران لانه لانه حاول ان هو يذبح ابنه، وان ابنه يعني رضخ لامر ابوه وقال له يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. وهو ده بالضبط الفكره الفاشيه، نفذ الاوامر ولا تفكر في اي عواقب اخلاقيه او 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 بشريه او انسانيه. القائد الاعلى قال لك اذبح اذبح، لا تفكر في حق طفل، لا تفكر في حق انسان. فكره التضحيه بذاتك وباي انسان، كل شيء يهون في سبيل القضيه الاسلاميه، فكره هي تاسيس لفكره الفاشيه، فكره انك تنفذ الامر من غير ما تفكر. يعني الفطرة الإنسانية هي الإنسان يكون عنده ضمير، عنده وازع داخله يعني يقول له لا الشيء ده ما ينفعش ما يصحش لا يليق. القتل قتل ولا يمكن أن يبتهج الإنسان للقتل. يعني لما يبقوا في أمريكا بينفذوا حكم الإعدام على مجرم ويكون ممكن يكون قاتل وسفاح ومغتصب، بس اللي بينفذوا فيه حكم الإعدام ما بيبتهجوش بعد ما ينفذوا حكم الإعدام ويقولوا الله أكبر انتصرنا، لا، حتى وهم بيقتلوا مجرم يستحق القتل بيكون في شيء من الحزن، لأن إنهاء حياة بشر شيء مش هين إلا إذا كان الأمر داخل الإسلام. فيبقى في صياح وتهليل، الإنسان بينذبح وفيه حفلة ابتهاج. ليه؟ لأن في شيء في هذا الدين يعطل الفطرة الإنسانية، في شيء في هذا الدين خلى في بنت يزيدية كانت بتحكي لما أحد قادة داعش كان بيغتصبها بيقول لها أنا أتقرب إلى الله بهذا العمل. شفت إزاي فكر ديني ممكن يشوه طبيعة بشرية، جعل من الاغتصاب فريضة أو طريقة منه للتقرب إلى الله. طبعا ما دام النبي عمل نفس الشيء مع صفية وجنوده عملوا نفس الشيء في كل بلاد فتحوها، يبقى أكيد ده شيء كويس، لأن النبي لا ينطق عن الهوى، كل حاجة بيعملها بيعملها بوحي. لما يغتصب صفية يبقى اغتصبها بوحي من عند ربنا، يبقى كان بيتقرب من الله باللي عمله. وهكذا لما بناخد احنا التراث بدون ما نحط حواليها علامات استفهام بننسى المنطق وبننسى الفطرة الإنسانية، ويبقى شيء صح. عادي جدا أن يكون عندي عبيد، والعبد لو خرج من الباب من غير ما يأذن سيده يبقى عبد آبق، والجارية من حق أن أنا أتسرى بها في أي وقت، ويبقى كلام منطقي جدا. لو أنت حطيته في ميزان العقل والحكمة هتقول ده استهبال، لكن الإسلام بيحاول يمنعك أصلا أنك تخش من بوابة المنطق والحكمة والعدل. هو قال لك ربنا قال، ربنا اختار، أنت هتيجي تتفلسف معايا؟ هو قال لك يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ما تسألش، نفذ الأوامر وبس. فدي كانت أول نقطة محمد أسس للفكر الفاشي بيها، فكرة أن الموت في سبيل الله مش الحياة في سبيل الله، هي أسمى الأشياء. كأن ربنا خلق البشر
ولا ينتظر منهم إلا موتهم. مفيش حاجة اسمها البشر يستمتعوا بالحياة. استمتعي، احنا فاضيين، احنا ورانا حروب ورانا فتوحات ورانا سبي ورانا مشاغل. الفكرة التانية اللي محمد أسس لها في موضوع الفاشية ده هي فكرة التمكين. فكرة التمكين، لو تفتكروا حكيت لكم في حلقة قبل كده ان هتلر قبل ما يوصل للحكم هو مش ديمقراطي ولا يؤمن بالديمقراطية، لكن اللي كان متاح في ألمانيا في العشرينات والثلاثينات هو انك لو تأسس حزب سياسي وتقدم نفسك للانتخابات. فهو قدم نفسه كذا مرة، كذا مرة ما نجحش خالص هو ولا حزبه، لكن كل ما كانت تشتد الأزمات كان حزبه يصعد شوية، فأخذ 32-33% بس وعمل حكومة. وأول حاجة عملها كان قانون التمكين، بعديه على أساسه ألغى كل الأحزاب السياسية، وعلى أساسه قيد حرية الصحافة وحرية الفكر والآخر، وأنهى على فكرة الديمقراطية تمام. محمد عمل نفس الشيء على فكرة، لما كان لسه طالع بدعوته في مكة راح قال لهم لكم دينكم ولي دين، يعني انت اعبد اللي انت عايزه وانا اعبد اللي انا عايزه. ليه؟ لان هو تحت رحمتهم. لما راح المدينة في البدايات قال لليهود يعني يا الناس إن جعلناكم إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني خلاص ما فيش فرق، يعني كلنا التعددية حلوة برضو. قال حتى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني ما فيش حاجة اسمها أنك تغصب حد على دينه. لكن أول ما بقى عنده جيش وبقى عنده سطوة وعنده يعرف يسيطر على اللي موجودين في المدينة، الكلام ده ما ينفعش. يعني لما تمكن من اليهود أو لما هم ما رضيوش بقى يحاربوا معاه أو يعترفوا بدينه أو حتى يدعموه ماديا، انقلب عليه. بعد ما كان بيقول علماء بني إسرائيل ابتدى بقى يخش في إيه يسموهم قردة وخنازير، وحرفوا الكتاب وقال يعطي الجزية عن يد وهم صغرون، ومذبحة بني قريظة طبعا تعتبر أول هولوكوست أو أول هولوكوست في التاريخ بهذا الشكل، يعني أنه يذبح بشر على أساس هويتهم الدينية فقط. ممكن جدا يكون قائد أو اثنين من القبيلة ممكن يكونوا تآمروا مع التانيين، وأنا بصراحة لو مكانهم هتآمر ضده، ما أنا لسه شايفه عمال يطلع قبيلة يهودية ورا التانية ويتلكك لهم ويحاربهم بعد ما كان جاي لاجئ هو وشوية يعني بعضهم صعاليك من مكة ما لهمش مأوى أو وسمحوا له أنه يقعد بينهم. بعد كده لما تمكن اللي ما كانش يقف في جنبه كان إما يقتله أو يطرده برا المدينة. فأنا لو مكانهم أنا كنت أتآمر عليه بصراحة. فمذبحة بني قريظة هي تعتبر من الحاجات اللي ممكن مقارنتها جدا بالهولوكوست على حسب الأبعاد. ما أنت بتحسبش تقول لا ده كانوا 900 بس أو 800 بس وهتلر قتل 6 مليون. الحكاية مش بالحسبة، حكاية بالمبدأ. أنت بتقتل الناس على أساس هويتهم. كان في أطفال خدهم عبيد عقابا على واحد أو اثنين من القبيلة، نساء خدهم سبايا وخلى جنوده يناموا معاهم. كان يبصوا على يعني الشباب اللي هو بقى إيه ما بين المراهقة والشباب، يشوف إذا كان شعر العانة عنده لمؤاخذة نبت يبقى كده يقطع عنقه، لو لسه يبقى طفل يبقى عبد. فاشية دي ولا مش فاشية؟ على أي أساس بتعاقب أطفال؟ ذنبهم إيه؟ فلو حبينا نقارن محمد بهتلر في النقطة دي هنلاقي كذا كذا جزء. هتلر كان متضايق قوي من مبدأ اليهود اللي هو اللي موجود في الوصايا العشر بتاعتهم اللي هو لا تقتل، فهو قال مبدأ لا تقتل اليهودي ومبدأ المبدأ المسيحي اللي هو أحب أعدائكم، قال هو ده اللي خسرنا الحرب، هو ده اللي خسرنا الحرب، لان احنا نحب اعدائنا ونعمل. فهو كان عايز يتخلص من التراث اليهودي المسيحي اللي هو ضد العنف اللي هو ضد الحرب.
ففيش حاجه اسمها هو عايز. فابتدى هو يتخلى عن التراث المسيحي اللي كان موجود في المانيا وياخد التراث الجرماني، الاساطير الجرمانيه القديمه اللي هي بقى كلها حروب والقائد المغوار اللي بقى بيفتتح الشعوب ويذلهم ويسيطر على اراضيهم. هي دي الاساطير اللي هو حاول يحييها، وكان جزء من البروباجندا الالمانيه اللي بيعملوها. نفس الشيء محمد حاول ياخد من التراث اليهودي والمسيحي الاشياء التوحيديه اللي هي ممكن تديله بلس او يعني مصداقيه في الدعوه بتاعته، لكنه ابتدى ان هو يعني يتخلى عن المبادئ اللي هي من هذا التراث اللي تقف في طريقه نحو الحرب. فابتدى يعيد فكره تشكيل فكره الشهاده في سبيل الله والموت في سبيل الله من منطلق تاني خالص. نقطة تانية ممكن المقارنة بين محمد وهتلر، وهي فكرة البارانويا، الشعور دايما انه متعقب، ان في وسواس قهري، هم عايزين يموتوني، هم عايزين. هتلر كان خايف يعني من كتر اضطهاده اليهود، كان خايف ان حد يغتاله، فكان هتلر دايما يتجسس الماء، يخلي حد الماء اللي بيشربه والماء اللي بيسلق فيه البيض والماء اللي بيستخدمه لمؤاخذه في الحمام، كان لازم حد يختبره ضد السم قبل كده. ومحمد نفس الشيء، كان يعني بعد ما طرد اليهود باربع سنين من المدينه كان يقول لك ست يهوديه قدمت لي شهمه سمومه وانا هموت بسبب الموضوع ده. لما راح قاعد مع يهود بني النضير تهيأ له ان في حد هيطلع فوق السطوح ويرمي عليه حجر من بني النضير، وقايم على اساس تهيؤات طرد القبيله كلها من المدينه عشان تهيؤات. اخوه جبريل جاء قال له الحق يا محمد هيحذفوا عليك طوبه من فوق، قوم روح. بارانويا. فهو دايما الشخص اللي بيعمل اشياء غير عادله، اللي بيطغى على حد، اللي بيسفك دماء ملوش حق في سفكها، دايما عنده وسواس قهري ودايما عنده بارانويا، لان فيه داخل فطرة الانسان دايما شيء يقول له اللي انت بتعمله ده غلط. والاسلام بارع في تعطيل اللمبة الحمراء اللي دايما بتنور لما ضمير الانسان يصحى. من احد انجازات الاسلام هي ان اللمبه الحمراء دي يكسرها او يلزق عليها حاجه سودة كده عشان ما يشوفهاش. فخلاص موت، ومش بس موت وضميرك ما يعذبكش، لا، موت وابتهج، اذبح واحتفل، اغتصب وقول ان ده بيقربك من ربنا. التاريخ الاسلامي كله قايم على الضحك على الذات، على الخدعة الأخلاقية الرهيبة دي اللي دمرت شعوب، واللي مدمرة تاريخنا لحد النهاردة ومش عارفين نعترف بيها. فنقطة البارانويا نقطة شبيهة جدا، نقطة ثقافة الموت والاحتفال بالموت أكتر من الاحتفال بالحياة دي مهمة جدا عند محمد، ونقطة انك محتاج عدو دايما، محتاج عدو داخلي ومحتاج عدو خارجي. النقطه دي لم تترك التاريخ الاسلامي لحظه، ما نقدرش نعيش من غير عدو خارجي وعدو داخلي. العدو الخارجي لازم بقى يكونوا هم الغرب والصليبيين والمش عارف ايه واسرائيل والدنيا كلها، والعدو الداخلي لازم يكونوا بقى ايه الاقليات، الاباض دول في مشكلة، أكيد متعاونين مع الغرب وعايزين يعملوا دولة خاصة بيهم. البهائيين دول بيعملوا إيه في المعاب بتاعتهم؟ لازم نشوف في الحكاية. إيه الشيعة اللي مش عارف بيعملوا إيه في الحسينيات بتاعتهم؟ لازم نشوف ونترقب شوية. الدروز دول إيه حكايتهم بالظبط؟ ها؟ هم بيؤمنوا بإيه وإيه تناسخ الأرواح والبتاع ده؟ هم هيألفوا على نفسهم، هيألفوا بمزاجهم بقى، دي من على مزاجهم. إيه العلويين دول بيعملوا إيه؟ إيه اللي مدخل علي مع المسيح؟ إيه هو في إيه؟ المهم أنت عايش في حالة توجس وطقوس البشرية كلها مش انت مش مقتنع بيها،
يقول لك والله العظيم شوفوا الهندوس بيعبدوا البقر ومش عارفوا بيبنوا معابد فيها أشكال غريبة. طب انت اتفرجت على نفسك والناس واقفين في مكة بيموتوا كل سنة وهم رايحين يحدفوا حتة حجر بشوية حجارة ومفكرون الشيطان؟ طب ما ده شيء مضحك ويثير السخرية. هو انت مفكر ان انت بس دينك هو اللي منطقي وما فيهوش كل حاجة؟ طب ما في مليان طقوس وافكار غريبة. انت ما انتش متخيل كده ان ممكن يكون واحد بهائي قاعد كده وعمال يضحك على نفسه ويقول يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، وهو شايف قصص إرضاع الكبير وقصص ان الراجل من حقه ان هو ينام مع مراته بعد 6 ساعات من موتها وجسمها لسه دافي، وانه من حق الرجل ان هو ياكل لحم زوجته لو حيموت من الجوع. يعني ما انت دينك مليان كلام فارغ وخرافات انت بس تبص الأديان الآخرين وتستهزئ بيهم، تبص لطقوس الآخرين وتستهزئ بيهم. آخر نقطة مهمة جدا في علاقة محمد بهتلر هو نظرته لليهود طبعا يعني ان القضاء على اليهود بالنسبه له هو مشروع قومي ومشروع سماوي. يعني هتلر كان بيقول ان لن تنهض الامه الالمانيه الا بعد القضاء على اخر يهودي. كم الكراهيه وصل بيه لكده؟ هم ما عملوش حاجه على فكره، بس هو محتاج عدو. محمد نفس الشيء، لو انت خدت حديث لن تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فينطق الحجر ويقول يا، فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فينطق الحجر والشجر ويقول يا مسلم ورائي يهودي فاقتل. هو خلى الصراع مع اليهود صراع أزلي، وإن خلاص المسلمين النهائي لا يأتي إلا إنك تقضي على آخر يهودي على وش الأرض. ده إيه الفكرة المجنونة دي؟ هو في شعب بيفضل طول حياته شرير ما يطلعش منه ناس كويسين؟ ايه النظرة البائسة اليائسة للبشرية دي؟ بس هو ده بالظبط أزمة محمد مع البشر، انه كان بينظر لهم بعين التوجس. الأمم ستتداعى عليكم كما تتداعى القصعة على أكلتها، اليهود حيحاربوكوا لحد يوم الدين، ولازم الفناء وقضاء القضاء على اليهود هو اللي حيجيب الخلاص. هتلر كان بيفكر بنفس الأسلوب بالظبط. الفرق ان هتلر بعد 12 سنة غار وراح في 60 داهية وانتهت الفاشية معاه، وإن محمد بدينه وبأفكاره لسه 1400 سنة بيستسري بهذا الفكر في عقول ناس كتير من المسلمين، وده سبب ضحايا كتير جدا. نواصل الحديث في الحلقات القادمة عن تاريخ الفاشية الإسلامية. تابعونا على حامد.tv وعلى صفحة الفيسبوك Box of Islam.